مرسوم أميري بإنشاء مجمع للقرآن. هنا جامعة القاسمية، وهناك الآن مبنى جديد، مجمع القرآن الكريم. ولأن وراء هذا المجمع حاكم يحب القرآن وأهله، أنشئ مجمع القرآن الكريم بالشارقة، فكان الأكبر والأضخم في العالم أجمع ليخدم الكتاب الحكيم. وهو أكبر مجمع للقرآن على وجه البسيطة. 8 متاحف تحكي تفصيلياً تاريخ كتابة المصحف الشريف من أول نزول للوحي بالقرآن. يا محمد اقرأ. إلى زمننا المعاصر، وكيف سهلت قراءة القرآن حتى وصل المصحف الشريف لهواتفنا المتحركة. ويرحب صاحب السمو والكرم بكم لزيارة هذا الصرح القرآني للتعرف عليه عن قرب، يومياً صباحاً ومساءً. ندعو الجميع إلى الحضور إلى هذا المجمع لمشاهدة هذا التطور في هذا القرآن الذي بين يدينا.